فعلي راسه ليرى سبب سكوت الزهراء، فما نظر وإذا بالعصابة قد وضعتها فاطمة على عينها. بالرخصة من عندكم سادة، وهالولد هاللي ينوح على الزهرة سكتوه جرح قلبي. قال فاطمة: ما هذه العصابة التي على وجهك؟ سكتت أم الحسن ما جاوب. قال فاطمة: لما خرجتي خلفي ما كانت على عينك عصابة. أشو الآن راجع البيت والعصابة على عينك يا أم الحسن؟ ما جاوبت فاطمة. قال علي كلمة كأنها طعن في قلب الزهرة. قال: يا فاطمة، أنا أقسم عليك بحقي عليك إلا ما أخبرتيني عن سر هذه العصابة. تحيرت الزهرة ما تصنع، إن أخبرته جرحت قلبه، إن سكتت يقسم عليها. ما الذي صنعت؟ استقبلت الجدار بوجهها، شنا تقول يا علي؟ قوم شوف شوف ايش سووا بزوجتك يا حلال المشاكل. ايش هالضجة اليوم عندكم؟ شنو اليوم عاشر؟ بعد ما جت الوفاة وهذه نياحتكم على الزهرة. قام علي على قدميه وأقبل إلى الزهرة ووضع يده على كتفها واستقبلها بوجهه ووضع يده على العصابة. سامحوني سادة. ووضع يده على العصابة وما رفعها وإذا بخمسة أصابع مطبوعة على عينه. ظل ينادي غيع وتجري فاك خد دمعتك، وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانك؟ ما اسمع صوتك لوش رخيصة عندك ام حسين. ظل يناديها وتجري فاك خذ دمعتك، وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحان؟ قالت الطاغي سطر عيني وعماني بلا طبتك، طالب بحقي ليش متوسط ترى؟ هذا سيفي وساعدي وعزمي يبت خير الورى، لو لرخصة كان شفتي هالأرجاس مجزر. البيت عليك. لا أسمعك تلدي بيني والضلوع بقلبي يا بتولة وبالقلب شبلتها. احتضن فاطمة وضمها إلى صدره ووضعت رأسها على كتف علي وصارت تلوح،
وأمير المؤمنين يمسح بيده على رأسها وهو يقول يا فاطمة سامحيني